بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وقال باب في الجنب يوم. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طار ذات يوم على النساء في غسل واحد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طار ذات يوم على النساء في غسل واحد. هنا أن ميراد المصنف لهذه الرواية وكذلك الترجمة من خلال هذه الرواية كان المقصد من ذلك أنه ليس بالحتم ولا اللازم، هو أن نفصل بين الجماعة الأول والثاني بغسل، ولكن حتى لو عاود الإنسان الجماعة مرة من بعد مرة فيجزئ عند ذلك أن يغتسل لمرة واحدة، سواء طاف على نساء إن كان متزوج أكثر من واحدة أو أنه عاود الجماعة لنفس الزوجة. فقال في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على النساء في غسل واحد. قلنا معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأولى ثم الثانية حتى جمع جميع النساء، وقلنا 11 كما بينت الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، ثم اغتسل لمرة واحدة. ولذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. فقال على ذلك الحديث فيه دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كانت تلك المجامعة أو لغيرها، وسواء نفس الزوجة يعود معها جماعة مرة ثانية أو أنه انتقل إلى الزوجة الثانية فلا يفصل بين الجماعين بغسل، ولكن يجزي غسل واحد. وأيضا قلنا أن هذا الحديث يستدل من خلاله أن الاغتسال للصلاة، أن الإنسان متى يجب إلى للصلاة، ولكن هل يا ترى يجب بمجرد الجنابة؟ نقول إن هو لا يجب، ولكن يستحب أن يغتسل ويرفع هذه الجنابة على الفور. يستحب في حق المجامع أن يرفع هذه الجنابة على الفور، هذا من باب الاستحباب والندب. أما من باب الوجوب فإنه يجب إذا دخل وقت الصلاة، حيث أنه لا يستطيع أن يراجل هذه العبادة إلا لما يستوفي الشروط التي بينا جانب منها من شروط تلك العبادة، منها رفع ذلك الحدث سواء كان الحدث الأصغر المتمثل في الوضوء أو الحدث الأكبر المتمثل في الغسل من الجنابة، الحدث الأكبر الجنابة أو الحيض والنفاس أو الحدث الأصغر وهو لو أتى بناخذ بنواقض الوضوء يرفع بالوضوء، هذا يرفع طبعا بالاغتسال. قال استدل البعض بهذا الحديث على ان القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، والا فعط المراه في نوم طرفها ممنوع عنه، وقول طائفه من اهل العلم والمشروع عندهم عند الاكثرين الوجوب. قالوا استدلوا بهذه الروايه ان القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الروايه كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء في غسل واحد، إذا في يوم واحد وفي ساعة واحدة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. فاستدل البعض على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما الإنسان يتزوج بأكثر من امرأة فلابد
بينت الآيات، وكما بين ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجامع المرأة في نوم دراسها، فلا يجامع المرأة في نوم دراسها، فلا يجامع المرأة في نوم دراسها، هذا ممنوع. يبقى نقول يعني فرق ما بين ان هو يعني يدخل للرعاية، وايضا ان يدخل لرعاية المرأة، وفرق ان هو اساسا يستمتع بها في نوبة ضراتها، فلا يجوز ان هو ان يستمتع بها في نوبة ضراتها. ولكن طبعا كما قال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع على نساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار. يبقى نقول على ذلك البعض استدل بالحديث أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه. قال وقول طائفة من أهل العلم، والبعض أجاب وقال كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. قال الرواية دي هتحمل أن هذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الظاهر وكأنه استأذن، وأن كما استأذن في نهاية حياته أن يمرض في بيت عائشة، الذي يستدل بأن القسم كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته فأنه يعني استأذن من نساء أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، يبقى استأذن الزوجات، ولولا أن هذا حق لهن ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ذكر أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم استند بهذه الرواية، لأن أصلا ممنوع هو أن يباشر المرأة في نوبة ضرتها، فلما باشر جميع الزوجات دل ذلك على أن القسم ليس بواجب، ده من استدل بهذه الرواية. قلنا لكن في المقابل قالوا أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن صاحبة النوبة، يعني كما استأذن في أن يمرض في بيت عائشة في المرض الذي ألم به وتوفي من بعده، فقالوا يبقى لو ما كانش هذا واجب ما كان يحتاج إلى الاستئذان. استئذان ده يبقى أنت تستأذن صاحب الحق، تستأذن صاحب الحق. يبقى كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن ليس معنى الكلام أن المرأة جاز لا أن تخرج بلا إذن من زوجها، بل الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن من زوجها، وبالتالي استئذان إما أن يأذن وإما أن يمنع، يبقى له الحق في ذلك، إما أن يأذن وإما أن يمنع. يبقى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يبقى ليس معنى ذلك هو سقوط إذن الرجل عند خروج المرأة، لكن هي لا تخرج إلا بإذن، وإلا المرأة لو خرجت بغير إذن زوجها هتلعن حتى تعود إلى بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش أبدا تعارض ما بين الروايات، ليس هناك تعارض بين الروايات. فلما استأذن الزوجات لأن مرض في بيت عائشة، وأن حتى في المرض وأن كان مرض شديد، ولكن مع ذلك كان يذهب صلى الله عليه وسلم في نوبة كل واحدة إلى بيتها، بينتقل حتى في حال المرض إلا أنه يستأذن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له عند ذلك. قالوا يحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة. قالوا احتمال أيضا هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم تمت بعد استيفاء القسمة، يبقى نقول أنه هو ذهب إلى الأولى في نوبتها والثانية في نوبتها، وأن بعد ما انتهى من المرور على زوجاته يبقى هنا هيبدأ نقول من جديد يستأنف من جديد. قبل الاستئناف كان يفعل تلك الفعلة، بل ذلك قال يحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة كما يستأنف ثم يستأنف القسمة. ما نقول أنه يبقى عند الأولى بات عند الأولى، وبعدين في اليوم الثاني يبات عند الثانية، وهكذا حتى استكمل العدد، وبالتالي نقول أنه حيعود إلى الأولى. قبل العودة إلى الأولى مرة ثانية كان يباشر جميع الزوجات، يحتمل وبالتالي يبدأ ويستأنف القسمة بعد ذلك. يبقى نقول ان هو لما وطأ جميع النساء يبقى لم يطأ يعني هذه المرأة في نوبة او هذه النساء في نوبة واحدة منهن، ولكن قبل الاستئناف.
أيضا يحتمل كان ذلك قبل عند إقباله من سفر، أنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر من يأخذ سهمها، فإذا انصرف استأنف. وده أيضا احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا عند عودته من السفر، إلا عند عودته من السفر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر كان يقرع بين زوجاته، يبقى نقول إن هو مش بياخد الزوجة التي يعني عليها النوبة، لكن كان يقرع بين زوجاته. وطبعا هنا أيضا العلماء مستندوا إلى جواز القرعة، يبقى في الأمور التي فيها التساوي يبقى يحتار الإنسان، يبقى كانت تتم القرعة، يبقى تتم القرعة، فكانت تتم القرعة بين الزوجات أيهن يخرج سهمها، فكان يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. وبالتالي لما يخرج إلى غزوة يخرج إلى عمرة يبقى بياخد زوجة من الزوجات. كيف بيتم الاختيار؟ عن طريق القرعة، قلنا للتساوي في الحقوق، فكان يقرع بينهن، فمن خرج سهمها كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستند العلماء إلى جواز القرعة في الأمور التي تتساوى، الأمور التي تتساوى يبقى على ذلك نستهم فيها، نستهم في ذلك كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيحتمل أنه عند إقباله من السفر كان يفعل ذلك ثم يستأنف القسمة، ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. كل دي احتمالات يذكرها من قال بوجوب القسمة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجات. يبقى نقول ان هم بيأولوا هذه الرواية على ذلك المحمل، لان وجوب القسمة كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واجب في حق طبعا افراد الامة. وبالتالي قالوا يبقى ده احتمالات لابد فيها من تأويل هذه الرواية بما يتفق مع ما ذكروه من وجوب القسمة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث يدل على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها ثم يقولن بنقلها. هذه الحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة حيطلعن عليها، وأن هناك بعض الأحكام التي لا تطلع عليها إلا النساء، كما بينا من كلام عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية القاطعة لمسألة الإكسال، أن الإنسان لو باشر وأولج ثم نزع قبل الإنزال وجب عليه الغسل كما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها. وأن دي أمور لا تطلع عليها إلا المرأة، فقول المرأة عند ذلك يقدم، قول المرأة يقدم. يعني نقول أن لو رواية ورد عن الصحابة رضي الله عنها مخالفة رواية عائشة حنقدم رواية عائشة. قلنا لماذا نقدم رواية عائشة؟ قلنا أن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء فيقدم عند ذلك، يبقى هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء فيقدم عند ذلك. لكن في قصة البول كما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، قلنا لأن عائشة رضي الله عنها تصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال عندها إلا قاعدة، فهي بتنفي الجزء التي لم تراه. لكن نقول أن هناك يبقى في السفر، يعني مش كل السفر كانت عائشة رضي الله عنها بتصطحب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي فترة زمنية لم تطلع عليها عائشة رضي الله عنها فاطلعت عليها الصحابة فنقلوا لنا هذا الأمر، كما بينا من رواية حذيفة رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صفات القوم فبال من قيام، فبال من قيام. يبقى على ذلك يبقى عائشة لما قالت هذا الكلام قلنا قالت بالنسبة لما تعلمه. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، قلنا لأن المشاهد عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول من جلوس. يبقى نقول لكن هي لما نفت قلنا هي نفت على قدر ما علمت، لكن نقول مش في كل الفترة الزمنية كانت هي مصطحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون معه في السفر فاطلعوا على مشاهد لم تشاهد عائشة رضي الله عنها، ولكن هي لما تكلمت تكلمت بما تعلم، تكلمت بما تعلم. وإن الإنسان دائما يتكلم بما يعلم، يتكلم بما يعلم، لكن في الحالة دي النفي نقول لا، هذا إيه فعل مثبت عن طريق الصحابة. والقاعدة دائما عند العلماء
أن المثبت مقدم على المنفي، المثبت مقدم على المنفي، قلنا لأن اللي نفى هو نفى على قدر ما يعلم، نفى على قدر ما يعلم، ولكن اللي أتى بزيادة يبقى دي زيادة، وبالتالي زيادة الثقة دايما مقبولة، ده أثبت وده نفى، فالمثبت دايما مقدم على المنفي، لأن المثبت هيبقى معاه زيادة علم، وزيادة طبعا هنا زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة كما قال العلماء. فقال الحديث أيضا في بيان هذه القوة التي أعطاها الله عز وجل لرسوله على الجماعة، فلذلك كما قال أنس قلت لأنس وكان يطيقك، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. بعد ذلك أيضا استكمالا للأحكام المتعلقة بمسألة الاغتسال أو الجنابة، قال باب الوضوء لمن أراد أن يعود، باب الوضوء لمن أراد أن يعود. ثم ذكر رواية عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى نقول أن الرواية الأولى جاء الباب السابق في الجنب يعود، وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على جميع النساء ولم يغتسل إلا غسلا واحدا، يبقى بعد ما انتهى اغتسل غسلا واحدا. وفي هذه الرواية التي يذكرها أبو رافع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء يغتسل عند هذه وعند هذه، يبقى بعد الفراغ من الدماء كان يغتسل. فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. وأيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا آتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود قال فليتوضأ بينهما وضوءا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود قال فليتوضأ بينهما وضوءا. قال والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف في ذلك، مفيش خلاف، وأن مفيش خلاف عند العلماء أن إسراع الإنسان في رفع الجنابة هذا أمر مستحب، يعني نقول ويجب، يجب أنت الغسل وأن عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة، لأن من شروط الصلاة طبعا هنا رفع الحدث، رفع الحدث، لكن بداء على الوجود، لكن يستحب رفع الجنابة على الفور، يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الوضوء، يبقى في مسألة الوضوء على الفور هذا على الاستحباب، ولكن متى يجب الوضوء؟ عند إرادة الصلاة أو عند يعني إرادة أي فعل من الأفعال التي لا نقوم بها إلا حال الوضوء، زي مس المصحف أو غير ذلك أو الطواف، يبقى أي فعل يبقى يشترط فيها الوضوء يبقى يجب الوضوء عندها، لكن نقول هو لو أحدث يبقى لاجب عليه، لكن يستحب في حقي، وإن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دوما يعني بيحافظ على الطهارة الكاملة، يحافظ دوما على الطهارة الكاملة، فحفاظ الإنسان على الطهارة أن يكون على أتم وأكمل صورة يبقى هذا أمر مستحب، فعلى الفور يتوضأ بعد يعني خروج الحدث أو بعد الحدث يبقى هذا على الاستحباب، لكن لا يجب إلا عندما يأتي فعل من الأفعال التي يجب فيها واشترط فيها الوضوء. الغسل هنا أيضا يعني متى يجب الغسل؟ عند إرادة الصلاة أو عند أيضا إرادة فعل من الأفعال التي لا يجوز إنسان يقوم بفعلها إلا هو على طهارة كاملة. وقلنا الجنابة منع الإنسان أن يمكث في المسجد، قلنا طبعا منع للإنسان من قراءة في أو ذكر الآيات أو قراءة بعض الآيات على قول طبعا العلماء، فقال لكن يستحب عند ذلك رفع الجنابة هذا أفضل، قلنا لأنه هيرفع أي مانع يمنعه من بعض الأفعال التي يمنع منها الجنب، يبقى الجنب كده هيمنع من المكث في المسجد، نقول لما يرفع الجنابة يبقى أزال ذلك المانع. طبعا لا شك إن هو إزالة هذه الموانع أفضل، قلنا حتى يكون متهيئا مستعدا لأي عبادة في أي وقت من الأوقات. فلذلك قال حديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف في ذلك،
يبقى حتى لو هو أراد أن يعود يبقى يغتسل، يبقى هذا أفضل، هذا أفضل. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال النسائي رحمه الله ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا وذلك أخرى. يبقى كان يفعل دي الفعل يدور على النساء يغتسل غسلا واحدا، وكذلك أيضا كان يغتسل بعد كل جماعة. يبقى ده قصة وهذه قصة، يعني حدثت في توقيت ودي حدثت في توقيت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. يبقى قال هذا محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، فمرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بعد الجماع واغتسل غسلا واحدا بعد مباشرة جميع الزوجات، قال لكي يبين الجواز وفيه تخفيف على الأمة. ومرة ان هو اغتسل بعد كل جماعة حتى وقال في ذلك قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ففعل ذلك وفعل ذلك. وبالتالي نقول جواز أن يمر الرجل على جميع النساء ويغتسل غسلا واحدا في الجواز، لكن نقول لو هو اغتسل بعد كل جماعة هذا أفضل، هذا هو الأفضل. يبقى هذه سورة قلنا في سورة الفضلة هي أن يغتسل بعد كل جماعة، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. والفعلة الأولى أنه اغتسل مرة واحدة بعدما مر ودار على جميع النساء لكي يبين الجواز فيه تخفيف للأمة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل الفعلة المفضولة أنه في حق فاضلة، لأن التشريع لا يظهر لنا ولا يستبين إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده الإنسان يكون عنده المحافظة على الأفضل، يعني المسألة كده دايما يعني نقول الله كل الصور صحيحة، وبالتالي في نوع من أنواع التساهل في هذا الأمر. يعني معلوم لما ذكر ابن القيم رحمه الله عقبات الشيطان التي تبث في طريق الإنسان ذكر 7 عقبات، العقبة السادسة هي عقبة الفضل والمفضول، عقبة الفاضل والمفضول. ممكن الشيطان يستحوذ عليك في هذه العقبة، يعني يتصيدك في تلك العقبة. إن لم نتعرف على دقائق السنن هنجد يقع الإنسان ويستحوذ عليه الشيطان في تلك العقبة. دايما احنا كده نقول يعني مش دي صح ودي صح، يبقى خلاص، يبقى طالما صح نقول لك لا. دايما انك انت تسعى الى اختيار افضل صورة نتمم بها العبادة. يبقى ده خلق عند الإنسان، يبقى ده خلق الإنسان، مفيش نوع من أنواع الاستهتار. نقول يعني ممكن أن الإنسان يستهين ويستهتر بحسنة، يقول لك يعني الصورة دي يعني في كل الأحوال أنت هتفعل، يعني في كل الأحوال هتفعل، طب لماذا لا تفعل الصورة المثلى؟ أفضل صورة ممكن يتمم بها الفعل. لا طبعا لا شك أن هي يعني هيبقى في فرق بين الصورة يعني الفضيلة والمفضولة، قلنا فيما يرتب عليه من حسنات. قلنا إياك أن تكون ممن يذهب في حسنة من الحسنات، قلنا لأن دي الميزان لما ينصب يوم القيامة على ذلك هتوزن هذه حسنات الإنسان في كفة الحسنات أو في الأخرى السيئات. لو ثقلت كفة الحسنات على السيئات بحسنة واحدة يبقى كان من المفلحين كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي طالما أن احنا نفعل فعلة، لماذا لا يكون من خلق الإنسان أنه يتمم الفعلة على الصورة المثلى، على أفضل صورة ممكن نتمم بها تلك الفعلة. ولذلك دي العقبة السادسة التي يتصيد الشيطان من خلالها الناس هي عقبة الفاضل والمفضول. فلذلك نجم يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين لنا جواز الفعلة دي، لكن نقول هنا بيبين الجواز قلنا حتى لا يحرج الأمة وتخفيفا على الأمة، وكذلك لكن الصورة الفضلة يسعى الإنسان إلى تحقيقها. قلنا يبقى ده خلق عند الإنسان، يبقى ده موجود خلق، يبقى الخلق ان انا افعل هذه العبادة على اتم واكمل صورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واياك ان يعني ان يظهر منك الزهد في الحسنات، اياك ان يظهر منك كده الزهد في الحسنات، والا هيبقى ده نوع من انواع يعني الاستهانة بهذا الثواب الذي يعقد لمن فعل هذه الفعلة الفاضلة. فمرة فعل كده بين الجواز، يعني لعلنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة البول، أن البول من قيام. يبقى لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز هذه الفعلة، لكن الأفضل هو البول من جوز. شرب النبي
صلى الله عليه وسلم من قيام، لكن الأولى الشرب من جلوس. يبقى ده نقول خلاف الأولى، يبقى على ذلك نقول تتغير دايما الصورة المثلى. أش في نوع من أنواع التكاسل في إتمام الطاعة على أفضل صورة أتم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن فعل كده قلنا لكي لا يكون هناك حرج على الأمة، وكذلك تخفيف الأمة وبيان الجواز. فالفعل المفضول التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأن هذا التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفضولة في حقنا لكنها فاضلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند الإتمام، لأن التشريع لا يظهر لنا إلا من خلاله. ثم ذكر بعد ذلك الرواية الثانية والرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود قال فليتوضأ بينهما وضوءا، قال فليتوضأ بينهما وضوءا. يبقى إذا جمع أهله ثم بدا له ظهر له أن يعود مرة ثانية قال فليتوضأ وضوءا. وقال الجمهور يستحب، يبقى هذا الوضوء يطرع الوجوب، نقول لا هذا يستحب. قال فليتوضأ بينهما وضوءا، قال هذا على الاستحباب. وقال البعض أنه هنحمله على الظاهر فيجب، واحتجوا بهذا الحديث، وأشار ابن خزيمة أن بعض أهل العلم حمله على وضوء لغوي فقال المراد به غسل الفرج، ولكن طبعا رواية صريحة قال صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فليتوضأ وضوءه للصلاة. وبعض حملوا كلمة الوضوء على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يبقى فيها غسل اليد أو غسل الفرج أو غير ذلك، لكن المعنى الشرعي قلنا أساسا كده ما يتمش حمل اللفظ على المعنى اللغوي إلا أن احنا أساسا كان قرينة يستدل من خلال أن المقصود بها هذا الكلام، لكن نقول الأصل كده أن احنا بنحملها على الحقيقة الشرعية. يبقى الألفاظ دي دايما بنحملها ابتداء على الحقيقة الشرعية، ولا تحمل على غير الحقيقة الشرعية إلا أن كان هناك قرائن. فيا ترى لماذا لا تحمل ابتداء حتى لو أتت الرواية قال فليتوضأ بينهما وضوءا؟ طب ليه نحمله على المعنى اللغوي؟ لماذا لا يحمل على المعنى الحقيقي؟ طبعا هو الذي لم يحمله على المعنى الحقيقي قال لأن ده وضوء مش هينبني عليه أفعال. ساعات احنا بالعقل كده نقول ده وضوء مش هينبني عليه أفعال، لا يستطيع مس المصحف ولا يستطيع قراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى على بعض على قول من قال إنه الجنب يمنع من ذلك، ولا ينكث فيه بالمسجد لغير ذلك. يبقى ممكن الإنسان كده بعقله يقول هذا الكلام، لكن دايما الامتثال للشرع، يعني دايما كده نتعلم الامتثال للشرع. قلنا مسألة العبادات دي مسائل مش معللة، يعني مسائل مش معللة، قلنا يعني بمعنى كده غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. فالعبادات كده يبقى العبادات مش معللة، انت بتفعل كده انت عبد ربك سبحانه وتعالى. يقول لك طب الوضوء ده يفعل ايه؟ يعني ده هيفعل ايه؟ نقول لك امتثال الشرع، البركة دايما في امتثال الشرع. ولنا ايضا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة في حال الحج او العمرة ان تغتسل، يبقى تغتسل حتى لو كانت المرأة ايه؟ حائض او نفساء. طب الغسل يرفع ايه؟ لا يرفع شيء، ما زال الحيض بها يعني مستمر، وما زال ايضا الدماء تخرج بعد الولادة في حال النفاس. يبقى لو ارادت المرأة الخروج للعمرة او الحج يبقى كان من السنن هو غسل الاحرام، الاغتسال للاحرام حتى لو كانت المرأة حائض. طب ده يرفع عنه ايه؟ ما يرفعش شيء. طب لما الميت بيموت بنغسله، طب يا ترى بيرفع عن الميت ايه؟ لا شيء. يبقى لو كان رجل مات وعليه جنابة لو غسلنا هذا الميت الجنابة لا ترفع، لأن الجنابة تحتاج إلى إيه؟ نية، ونية هذا الميت قد انقطعت. امرأة ماتت في حال الحيض هنغسل هذه المرأة، فيا ترى بنغسلها عشان نرفع عن ذلك المنع؟ لا، ده الدماء ما زالت تسيل من المرأة، فعلى ذلك نقول هذا لا يرفع لأن الرفع بيحتاج لنية ونية الميت انقطعت. فلكن ده أمر إيه؟ تعبدي، أمر تعبدي. لذلك بنجد كده العلماء يقولون غسل الميت هذا أمر تعبدي، يعني إحنا بنغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تظنش إن هو بيرفع عنه شيء. وبالتالي نتخيل كده إنسان اغتسل، بعد اغتساله نقول مات هذا الإنسان، ماذا نفعل؟ هل بنعتمد على ما هذا الغسل؟ ما اعتمدش على هذا الغسل، نقوم بتغسيله. يبقى يا ترى بنغسله ليه؟ يبقى غسلنا نقول والله من ناحيه ازاله الاوساخ والاضران ده هو لسه اهو مغتسل، اهو لسه مغتسل، نقول والله عشان نرفع بها الجنابه وغير ذلك. نقول هذا رجل يعني نقول ان هو بعد الاغتسال مات، بعد الاغتسال مات،
فنقول على ذلك أمر تعبدي، أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمور تعبدية، إحنا نتعبد لله، نتعبد لله بامتثال الشرع، بغض النظر بقى نقول يعني عما ينبني عن ذلك الأمر. لأن دي أمور عبادات كده، أمور غير معللة، يعني أمور غير معللة. نقول لماذا إحنا بنغسل من الكلب 7 مرات؟ يبقى ليه بنغسل من ولود الكلب 7 مرات؟ لأن النبي ابتداء كده أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقلنا قال عشان النجاسة وغير ذلك. نقول لماذا لا نشرب الخمر؟ لأنها معللة، إن هي بالإسكار، قال كل مسلم خمر كل خمر حرام، يبقى هي قال الحرمة، والحرمة هنا العلة عشان الإسكار، فما وجد الإسكار. لكن ابتداء كده الأمر معلل أو غير معلل، أنت تمتثل للشرع. استنى، الشرع ده بقى خلق ايضا عند الانسان، احنا دايما نبحث كده عن العله، ليه امر بكده؟ الاصل انك انت عبد لربك، الاصل كده انك انت مسلم، اي مستسلم منقاد لاوامر ربك. يبقى انت بتقول كده انا امتثل الشرع، وانا لا ابحث عن العله. ظهرت العله لم تظهر، المسلم لا يبحث عن ذلك، لا يبحث. العلماء لما بيبحثوا عن علل للامر قلنا عشان يشوفوا الفرعيات لم يرد فيها نص، ثم بعد ذلك يقيسون هذا الفرع على الاصل الموجود، طالما اشترك في العله قالوا بهذا ايضا حكم كذا. فده بحث العلماء على ذلك. لكن يا ترى انا كمسلم ابحث عن كده؟ بقول لك ابتداء انك انت يعني الاسلام معناه الاستسلام، يبقى الامتثال، يبقى بالخلق الداخلي عندي انا امتثل. الله تعالى حرم الخنزير، يقول لك والله الخنزير ده اكتشفوا الدوده الشريطيه لا غير ذلك، هو الله اكتشفوا لم يكتشفوا، الشارع قال هذا حرام فهذا حرام عندنا. يبقى ترى العله ليه؟ احنا ما بنبحثش عن العله، لا نبحث عن العله، ولكن انا امتثل لامر الشرع، والبركه كل بركه في امتثال امر الشارع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاه، يعني اتباع الإنسان للسنة فيه النجاة. فهنا امتثال الشرع، نقول نتوضأ، الوضوء ده ينبني على ايه؟ قلنا مش هيغير من حال الإنسان، لأن الوضوء ده هنقول لك يجوز لك قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا كذا أو كذا، لا، هو قال يتوضأ وضوء للصلاة. يبقى لما أتت السنة بكده أنا خلقي الاتباع، يبقى قضية الاتباع قلنا يبقى في خلق الإنسان، إنك أنت كل همي هو أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، وحكيه فعل كده أفعله، أمر بكده أفعل. لو سألناك يا ترى لماذا تفعل؟ قلنا يكفي بس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنفعل كما فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فنحن نقول كما يقول، يبقى يكفيك هذا الأمر. ودي قضية الاتباع، دي أصل كده قضية الاتباع. يقول لك والله أنت بتستعمل السواك ليه عند الهدوء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده، احنا امر، والله ده سنه، لو تركته لا تاثم. احنا عمرنا ما هننظر ابدا لهذه الامور بتلك الصوره. قلنا ما ضيع الانسان الا عندما فرق بين الطاعات، هذا واجب وهذا مسنون، فظن المسنون هو بالتالي انا مخير في افعل او لا افعل. فقل لا، ده قضيه الاتباع، نبص هذه القضيه في القلب، وبالتالي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا اساسا بنفعله، نحاكي النبي. يبقى قضيته كلها كيف أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى وفعل، يبقى كل اللي هو ما قاله أو فعله أنا أحاكيه. قضية دي الاتباع، غض النظر بقى هذا واجب هذا مسنون، كل ده طبعا في الطاعات ويضاف إلى رصيد حسنات الإنسان. فنقول الإنسان ممكن نوع من أنواع الكسل، يبقى نوع من أنواع الكسل، لكن لابد من طرد الكسل، يعني همة الإنسان تكون عالية في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكسل كده والخمول بيزحزح الإنسان عن سنن كثيرة، يزحزح الإنسان عن سنن كثيرة. لذلك قال إن أراد فليتوضأ بينه وضوء، يبقى أنت تتوضأ، يا ترى لماذا تتوضأ؟ نقول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده. واعرف كده دايما إن البركة في امتثال أمر الشارع، بركة في امتثال أمر الشارع. أما العلماء قالوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فقالوا يا ترى طب البركة تيجي ازاي؟ قالوا من امتثال امر الشارع، يعني كيلوا طعامكم قال يبارك لكم فيه، طب يا ترى بركة فين؟ قالوا في امتثال الشرع، انت امتثل الشرع يجي البركة على طول. يبقى لازم احنا يكون عندنا يقين بذلك الامر، وكما بينا ان هو نقوله ده مش هنبني عليه شيء. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة الحائض ان تغتسل حال الإحرام بنسك الحج أو العمرة، وقال هذا لعائشة رضي الله عنها، ده الكلام ده قالوا بصورة صحيحة صريحة لعائشة
رضي الله عنها لما خرجت في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة، ولكن هي لما قدمت على مكة يبقى أتاها الحيض. فطبعا هنا فعل كل ما فعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. قلنا في يوم التروية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتنتشط ثم تهل بالحج، يبقى هي ما تمتش لها، أمرها أن تنتشط وتغتسل وتهل بالحج، وقلنا بالحج على الرغم أن هي لسه على الحيض. فدل ذلك على أن غسل المرأة للإحرام يبقى هذا غسل مسنون حتى لو كانت حائض أو نفساء، يبقى ما بينزلش حاجة، ما بينفعش مانع، لكن ده أمر تعبدي، هنا ده أمور تعبدية يعني الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشرع ده كده خذوا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إحنا علمنا قليل، وإحنا دايما كده الإنسان اعتاد إن لازم الأمر ده يمرره على العقل ويعني أشوف فيه يعني قبول. يقول لك أنا مش هنسير كده، يقول لك لا ده أنت مع الشرع كده يعني تنقاد المؤمن كالجمل الأنف متى قيل انقاد، المؤمن كده زي الجمل. الجمل قلنا الجمل اللي هو هيربط الخيط في أنفه، نقول لو طفل صغير يستطيع أن يجور الجمل، المؤمن كده مع شرع الله سبحانه وتعالى. إذا قيل انقاد يبقى أنت أنا منقاد لشرع ربي سبحانه وتعالى، أنا منقاد لشرع ربي سبحانه وتعالى. ده حال الإنسان، ده حال الإنسان. يقول والله أنا ما بلش حاجة غير لما يعني أقتنع بيها. إنك لا الكلام ده في كلام البشر، يعني ده كلام البشر، لكن هذا الوحي المنزل من ربك سبحانه وتعالى سواء المتمثل في القرآن أو السنة أنت تنقاد ليه، تنقاد ليه؟ عقلنا يعني ينظر كده إزاي أطبق، يعني أنا عقلي كده لما أنا عرفت الآية دلوقتي أو الرواية يبقى أنا بنظر كده أحط الخطوط التطبيقية، يبقى أعلم الآن يعني أن هناك نوع من أنواع التفريط في حسنات أستطيع أن أقوم بفعلها، ولكن كان نوع الكسل ده دفعني للتفريط، وبالتالي يبقى أنا كراجل عاقل أضع بقى الخطوات كده أقول آه والله لما يحدث هذا الجماع يبقى أقل ما فيها أتوضأ. وبينا قبل ذلك أن إحنا لما تمر علينا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر إلا وإحنا ننفذ، يبقى نقول الله على الفور كده أقوم أغتسل. نقول لماذا تغتسل؟ قال لأن هذا يستحب. ليه أنا ما فعلش الأمر المستحب؟ وكذلك هذا أزكى وأطيب وأطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله أنا ما لا أستطيع أن أنا أغتسل أقل ما فيها تتوضأ، يبقى تمتثل الشرع، يبقى تمتثل الشرع، يبقى أنا كراجل عاقل يبقى يفعل ما ينفعه، ده العقل أساسا، لكن أنت افعل ما ينفعك. هل لو توضأت ده ينفعني؟ ينفعني. دايما تقييم للآخرة، يعني دايما تقييم الإنسان للآخرة ومش العقل إن هو يحجب هذا الإنسان عن عدم امتثال الشرع حتى لو كان في الأمور المسنونة. يعني ده نقول هذا مش عاقل، ده مفرط. إن عمرنا ما شفنا إنسان تاجر في الدنيا ممكن صفقة كده تمر عليه ثم يمرر الصفقة، لا التاجر نقول إن هو يعني ما من صفقة تمر إلا ولا بد إن هو يكون له باع في ذلك الأمر، قلنا لأن فيها ربحية، قصد الربحية، فأي صفقة ممكن تحقق له ربحية يسعى إليها. ده هذا تجار الدنيا، التاجر الدنيا بيعمل كده ويتعامل مع الدنيا بهذه الصورة، مرش عليه أبدا صفقة ممكن بالنظر كده يحقق منها ربحية نقول إن هو هيبقى كسلان عن ذلك الأمر، لا ده نقول النشاط والجد والاجتهاد. فنقول والله أهل الآخرة أولى، كنا فعلا بنطلب الآخرة، فإزاي إنك أنت ممكن تزهد في صفقة تحقق لك ربحية؟ ما لو احنا اتوضينا بعد هذا الامر يبقى ربحيه، يبقى حالك حال ربحيه، اضافه ادخار زائد لرصيد الحسنات، يبقى هنثقل بذلك جانب الحسنات. قلنا لعل اتباع الانسان امتثال الانسان لهذا الامر هي المقول الحسنه التي تثقل كفه الحسنات، ما الذي قال لك غير ذلك؟ ممكن كده نقول يبقى من خلق عندي كده انا ما تمرش كراجل عاقل ما تمرش علي سنه وفي مقدوري ان افعلها ولا افعلها، يبقى نقول لك لماذا لا تفعل؟ نقول لك الكسل، يبقى ده خلق الكسل ده نقول لابد من ازاله تنحيطه تماما عن واقع حياتنا. قلنا احنا بنطلب الراحه بنطلب الجنه، فطلب الجنه محتاجه لجد اجتهاد ان نواصل الليل والنهار، واياك انك انت ممن يذهب في حسنه واحده من تلك الطاعات التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان البعض قال حمل البعض على وجوه لغوي فقال من ربي غسل الفرج، ولكن لنا ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فليتوضأ وضوءه للصلاة. واستدل ابن خزيمة رحمه الله على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب، يعني قال أن الأمر ده للندب لا للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود، ده أنشط للعود، فدل على أن أمر الإرشاد أو للندب. الأصل قلنا أن الأمر بيحمل على الوجوب، الأصل كده أن الأمر بيحمل على الوجوب، طالما هو أتى بصيغة الأمر المجردة يحمل على الوجوب، إلا إن أتت قرينة يستدل خليها إن هو لا ليس المقصود بها الوجوب ولكن المقصود بها الندب أو الاستحباب أو غير ذلك. فقال ابن خزيمة رحمه الله استدلوا على أن الأمر هنا بالوضوء للندب لا الوجوب بما رواه من طريق شعب عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عيينة، وزاد فإنه أنشط العود. قال فدل على أن الأمر الإرشاد أو للندب. قال يدل أيضا أن له غير الوجوب فما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، ثم يعود ولا يتوضأ، فأسدله كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك يعني هذا الأمر قلنا لما بيتركه بيتركه لبيان الجواز، يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جامع ولم يتوضأ، عاود ولم يتوضأ، يقول لك لما تركه يبقى تخفيفا على الأمة ورفع ذلك الحرج على الأمة وبيان الجواز، لم يرد أن يحرج هذه الأمة، وده من فضل الله عز وجل، يعني هذا من فضل. قلنا دائما الشريعة من الخصائص المميزة لهذه الشريعة الإسلامية إنها شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، شريعة اليسر، يبقى هذه من ضمن الخصائص التي تميز بها هذه الشريعة، قلنا لابد أنك أنت تقف على الخصائص التي تميز بها تلك الشريعة عن غيرها، قلنا عشان نعلم هذه مدى النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام، أن الله تعالى خفف لنا من الأحكام، يعني الله عز وجل خفف لنا الأحكام، فكان من نعم الله عز وجل أن هذه الشريعة توصف بشريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. فكما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، إذا تركوا حتى يبين جواز هذا الأمر. فاستدل أنه لما قال فليتوضأ بينه وضوءا ده أساسا فعل أمر، والأصل فعل أمر بقى على الوجوب أو على الظاهر، لكن نقول لا، ده في قرينة صارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ كما قالت عائشة رضي الله عنها، فتركوا لهذا الأمر لبيان الجواز تخفيفا على الأمة، فاستدلوا بذلك على أن هذا الأمر للإرشاد والندب، يبقى هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخير الذي يعود على الإنسان، لكن لو تركه يبقى هنا فقد ذلك الثواب. ثم بينتقل أيضا إلى باب آخر وباب الجنب ينام، وبيتكلم هنا الجنب يفعل هذه الأفعال الحياتية، يفعل الأفعال الحياتية، لكن أفضل صورة لفعل تلك الأمور الحياتية إن هو يتوضأ أو يغتسل، الغسل أفضل والغسل أزكى وأطيب وأطهر، وإن لأن الغسل أفضل من الوضوء، وإن لماذا؟ لأنه حيرفع المانع، وبالتالي هو بيمنع من بعض الأفعال، لما يرفع الجنابة يبقى هنا رفع هذا المانع، بالإضافة إن هو الغسل طبعا مشتمل على الوضوء فأعلى، فلما يغتسل يبقى نقول إن هو يعني فعل الأفضل، ولكن نقول إن الجنب أراد ينام يأكل يشرب يتكلم يبقى أفضل صورة إن هو يتوضأ، أن يتوضأ. فقال باب الجنب ينام. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وبيسأل كده هل يعني كأن عمر الخطاب رضي الله عنه بيسأل هل يجوز أن أنا أخر الغسل أم لا؟ فقال ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. يبقى ينام قبل الاغتسال يجوز؟ نعم، وإن لأن الغسل ده متى يجب؟ يبقى عند إرادة الصلاة أو إرادة فعل من الأفعال التي لا يجوز أن يفعل الإنسان إلا هو على طهارة كاملة. يبقى لو كان أراد يقرأ قرآن مس المصحف نقول لابد من رفع الجنابة، المكث في المسجد يبقى الطواف وهكذا، فنقول إن هو لابد في الحالة دي من رفع الجنابة، أما غير ذلك فهو على الندب والاستحباب. فإن جامع رجل من الليل ويا ترى يبقى ولم يستطع
الاغتسال الآن نقول توضأ وضوءك للصلاة ثم نم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية قال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. طبعا قال العلماء أن الواو لا تفيد الترتيب، الروايات كلها ورد اغسل ذكرك ثم توضأ، اغسل ذكرك ثم توضأ. قال ابن حجر رحمه الله قال ويرد على من حمل ذلك الأمر على ظاهره، قلنا الآن هنا توضأ وبعدين اغسل ذكر بالترتيب ده، نقول لا الواو دي لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. قلنا الآن روايات الواردة اغسل ذكرك ثم توضأ، وحتى لو قال توضأ واغسل ذكرك مش مقصد فيها الترتيب، لأن مس الذكر بلا حال نقد من نواقض الوضوء لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنه، وده اللي برجحه العلماء ويقدم على حديث طلق بن علي رضي الله عنه، ويبقى حديث بصرة هو العمل عليه ان مس الذكر بلا حال هذا ناقد من ناقد، من مس فرجه فليتوضا، يبقى مس الذكر او مس المراه لقبلها او مس حلقه الدبر هذا ناقد من نواقض الوضوء ان تم المس بلا حال كما بينا قبل ذلك لما تكلمنا عن هذه المساله. ابن حجر رحمه الله قال هذا يرد على من حمل على ظاهره، ان هو البعض حمله على الظاهر كده يبقى يتوضا وبعدين يغسل الذكر، نقول لك لا يغسل الذكر ثم يتوضا، يبقى ثم دي تفيد الترتيب، اغسل ذكرك ثم توضا، يبقى ثم دي تفيد الترتيب، فعلى ذلك يبقى غسل الذكر اولا ثم بعد ذلك الوضوء. قال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، فقال يجوز تقديم الوضوء، يبقى ورد عن حمل على ظهره، فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، انه ليس بوضع يرفع الحدث، انما هو للتعبد، الجنابه اشد من مس الذكر. يبقى هنا البعض قال يبقى نغسل الذكر بعد الوضوء، قال ان الوضوء ده مش بيرفع به حدث، مش بيرفع به حدث، الوضوء ده للتعبد، فالجنابه اشد من مس الذكر، ولكن طبعا الروايات كلها مصرحه ان هو اغسل ذكرك ثم توضا ثم نم، ثم نم، فعلى ذلك نقول يبقى ده الاصل، وحتى لو كان وضوء لا يتم مع لا يرفع مع الحدث، لكن برضك احنا نمشي بالامر زي بالظبط كده انسان عليه جنابه، بل نقول يتنزل من بول، يتنزل من بول، عامة عذاب القبر من ايه؟ من ترك التنزل من البول، يعني عامة عذاب القبر من البول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى ان انا عليا غسل الانسان لو بال كده يبقى برضك هنا يظل ذلك النجاسه يقع على ملبسه وعلى عضو، لكن تتنزل من البول، قلنا لان ده يبقى نقول ان الجنابه او اخراج الانسان للمني بشهوه يجب عليه الغسل، امور تعبديه، يعني هذه امور تعبديه، الاصل ان المني طاهر على قول جمهور العلماء، المني طاهر ليس بنجس، يعني المني طاهر ليس بنجس، لكن نقول هو عليه جنابه وبعدين اراد يعني هيغتسل صباحا، هو بال، نقول تنزل من بولك، تنزل من بول حاجه وانك انت عليك جنابه حاجه ثانيه، مش مجرد عشان عليه جنابه يترك التنزل من البول، قول يعني ايه؟ طبعا ده عقل الانسان هو يترك التنزل من البول لان هو لسه عليه جنابه، فالجنابه اشد، يبقى كل ده هنغسله، نقول لك طب لماذا تحمل النجاسه في ثيابك؟ لماذا تحمل النجاسه في ثيابك؟ لماذا تحمل النجاسه على بدنك؟ يبقى تتنزل من البول، هذا لا ينافي ذلك الامر، وبالتالي ايضا هنا نقول يتوضا ثم يغسل الذكر لان ده وضوء لا يرفع به الحدث، نقول لك لا اغسل الذكر ثم توضا، والا نجد ان الشارع قال توضا، يبقى نتوضا وضوءك للصلاه، يبقى نتوضا وضوءك للصلاه، وبالتالي احافظ على ذلك الامر، حافظ على هذا الامر، لكن على الرغم ان هو مش هينبني عليه عمل ولكن امتثال امر الشارع. قال وقد تبين رايت ابي نوح ان غسله مقدم على الوضوء، غسل الذكر مقدم على الوضوء، يمكن ان يخره عنه بشرط ان لا يمس على القول بان مسه ينقض، هو ممكن يتوضا وبعدين يغسل الذكر، نعم بس بلا مس الذكر، يبقى بلا مس الذكر، يبقى ممكن انسان كده يتوضا وبعدين يتمسح من خلاء، يبقى انسان نقول بال، بال هذا الانسان، وبعد ذلك ممكن يتوضا وبعدين يمسح يعني اثر البول، ممكن يمسح اثر البول بس بشرط ان هو لا يمس الذكر، لا يمس الذكر، يبقى دي مساله بيذكرها العلماء، يعني هل يا ترى لازم اتنزه بول واتوضا ولا ممكن اتوضا وبعدين اتنزه من البول؟ يبقى ممكن تتنزه، قلنا زي النجاسه لو وقعت على بدن الانسان، على اي بدن اتوضا وبعدين ازيلها، ازيلها طالما ما كانتش على عضو من اعضاء الوضوء، لو كانت على عضو من اعضاء الوضوء بزيل النجاسه وبعدين اتوضا، طب لو كانت مثلا على غير اعضاء الوضوء يبقى اتوضا
وأجيز النجاسة، لأن طبعا ليس من شروط الوضوء هو إزالة النجاسة الموجودة في البدن، ده اجتناب النجاسة ده شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. فممكن إنسان كده بال ولم يتنزه ثم توضأ بأنه في الحالة دي لا تنزه من البول وعيد الوضوء، بأنه لا، هو لو أراد هنا في الحالة دي يتنزه بقول لك بلا مس الذكر، لو هو أزال الأثر دوت بلا مس الذكر يبقى نقول وضوء ما زال صحيح، يبقى وضوء كده صحيح لأنه أزال النجاسة. يبقى هو ده اللي بيذكره ابن حجر، بيذكره ابن حجر رحمه الله بيذكره الشارح، قال يمكن يخير عنه بشرط أن مس على القول بأن مسه ينقض، وأن الراجح أن مس الذكر بلا حال ينقض به الوضوء، قلنا بناء على رواية بصرة بنت صفوان رضي الله عنه. ثم نام قال بدقيق العيد، جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وجاء بصيغة الأمر هنا قال له توضأ واغسل ذكرك ثم نام، توضأ فأمر بالوضوء وقال فليتوضأ وضوءه للصلاة، يبقى ده كلها جت بصيغة الأمر. وجت بصيغة الشرط قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم ينام إذا توضأ، فهنا خرج بصيغة الشرط ينام إذا توضأ بس بشرط يتوضأ. فقال ابن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر أو توضأ وضوءك للصلاة أو فليتوضأ وضوءه للصلاة، فده أمر. جاء بصيغة الشرط قال ينام إذا توضأ، فقال اشترط فيها أو ورد بصيغة الشرط، يبقى كأنه بيشترط أنه لا ينام إلا بعد الوضوء. قال وقال ابن عبد البر رحمه الله ذهب الجمهور أنه الاستحباب، وذهب الظاهر إلى إيجابه وفيه شذوذ. قلنا يبقى هنا الوضوء بصفة عامة عشان يعود، يبقى بعد جماعة للعود أو للنوم أو للأكل أو الشرب أو الكلام، كل ده على الاستحباب، كل ده على الاستحباب بناء طبعا على ما بينت عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع وينام ولا يمس الماء، كل ده هي روايات يستدل خلالها أن الأمر اللي ورد هنا ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. قال ابن عربي رحمه الله قال مالك الشافعي لا يجوز الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، قال الإمام مالك رحمه الله قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، واستنكر بعض ناقل هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه. وكذلك أيضا قال الزرقاني وده طبعا من المالكية لا يعرف عنهما الوجوب، وقد نص مالك في المجموعة على أن هذا الوجوب ليس بواجب. لما برضك هنا خلي بالنا من الكلام اللي بينقل عن العلماء، لابد من التثبت قبل أن نقول أن فلان قال بكذا أو فلان قال بكذا. قلنا هو أورد هذا الكلام ابن العربي رحمه الله، وطبعا ابن العربي مالكي، فأورد هذا الكلام واستنكر البعض هذا الكلام وقال للشافعي رحمه الله لم يقل بالوجوب ولا يعرف ذلك أصحابه. وأيضا الزرقاني رحمه الله ده من المالكية قال إن الإمام مالك رحمه الله كان يقول أن الوضوء ليس بواجب. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الجنب يأكل، وحنرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. انتهى ذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.